Mr. Bombastic. السلام عليكم شباب، معكم فهمي ذا جيمر. اليوم بنلعب جيم سرفايفل، نفتش على الدايموند. امبارح انا عملته، الحين بنشوف. مثل ما انتم شايفين هذا بيتي، عندي الاكس راي. اذا بدكم شو اسمه تكتبون اللينك عشان تنزلون الاكس راي، عندي الشانل تبع رفيقي، بعطيك اللينك تبعه في الديسكريبشن وتروحوا تشوفوه. اليوم الحين بنروح نفتش على الدايموند، لان بصراحة لقيت كهف يعني كان معبى ذهب ودايموند. كما تشوفين كثير طويل، ممكن نكمل فيه لكن ما راح الدايموند شفته فوق. انا الحين بنشوف في دايموند هني، لكن بنروح نشوف اللي انا لقيته اول. الحين بنشوف من هنا. نكمل سيدة مثلا، مثل ما شايفين هاي الدايموند هنا، في كمان تحت. نحب نحل هذا الاحمر، عنده كثير من الفم، مش راح افتح. شوف كل شيء غلط. هذا مو برضه ياخذ دايما بكيف.
احاول اجيب شيء ناخذ فيه الدايمين. دايما بضيع هنا. لازم انزل فيديو هنا ان شاء الله. بالفيديو اللي بعده بنجيب الدايموند، واذا تبون موديل اكس راي هحط الرابط لقناة صاحبي، هو بوريكم كيف اسمه نزلون الاكس راي. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، والسلام عليكم. Mr. Bombastic. We want some bombastic.